الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي علمنا ولكتاب شرعه ألهمنا فهمنا التفيع والتأصيل والحكم والعلة والدليل ثم الصلاة والسلام سرمدا على الذي زحزحنا عن الردى محمد وصحبه والآل فهم نجوم في دجى الليالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. دائما وأبدا اطمعوا في فضل الله سبحانه وتعالى، مهما بلغت ذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا فإن الله سبحانه وتعالى يطمعنا في فضله. أعظم معصية عصي الله سبحانه وتعالى من خلالها ما هي يا أحبابي؟ الشرك والكفر بالله. وفي الحديث الصحيح حديث ابن مسعود لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والمشركون من كفار قريش آذوا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الإيذاء، ذكروني ببعض الإيذاء، رميه بالحجارة، الاستهزاء به والسخرية، وضع القاذورات عليه كسلا الجزور، اتهامه بالجنون بالسحر، كذلك قتلوا أصحابه وعذبوا أصحابه وخططوا لقتله وجعلوا من يأتي به حيا أو ميتا 100 من الإبل، ومع ذلك كله ينزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنفال قل للذين كفروا إيش يا أحبابي؟ إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. سبحان الله، فعلوا ما فعلوا ومع ذلك إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم، هذه رحمة الله سبحانه وتعالى، هذه توبته، هذا عفوه، هذا حلمه، هذا عطاؤه، ليس بيد أحد من البشر. وكما قال الله عز وجل في سورة الأنعام فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، بقدر ما تهربون من الله عز وجل رحمة الله عز وجل تلاحقكم علها أو علكم أن تتعرضوا لها فتصيبكم. فمن خرج من هذه الدنيا ولم يتعرض لرحمة الله ولم يتب إليه فقد خسر الخسران المبين. إذن دائما اطمعوا في فضل الله واطرقوا بابه، وأخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج، هيئ لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن علا زلقا عن غرة زلج. هذه الفقرة الأولى في حديثنا في هذا اليوم. الفقرة الثانية أريد أن أتأمل تأملا سريعا في السورتين اللتين قرأهما الإمام جزاه الله خيرا في صلاته. السورة الأولى كانت سورة ألم نشرح لك صدرك، والسورة الثانية كانت سورة الزلزلة. سأخذ آية من هنا وآية من هنا. أما الآية في سورة الشرح فهي قول الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أنا أسألكم، هل العسر واليسر يأتيان في وقت واحد، أو يأتي العسر ثم يأتي اليسر، يأتي الضيق ثم يأتي الفرج، يأتي الهم ثم يأتي السرور؟ ومع ذلك جاءت هذه السورة تؤكد، صحيح أن مظاهر اليسر تأتي بعد العسر، لكن في الحقيقة يأتيان سويا كما قال الله عز وجل فإن إيش مع، يعني ما يأتي العسر إلا ومعه اليسر، بشرط أن تكون مؤمنا صادقا مع الله سبحانه وتعالى مرضيا في أفعالك وأقوالك. هنا ينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. حتى كان أحد الصحابة وأظنه ابن مسعود كان يقسم بالله والله لو دخل العسر جحر ضب
لدخل إيش؟ لدخل اليسر معه حتى يخرجه. فليبشر كل من يمر بعسر، عسر صحي، عسر اقتصادي، عسر فيما يتعلق بالزواج، عسر فيما يتعلق بالنفسية، عسر في أي نوع من أنواع العسر، ما دام مرضيا في أقواله وأفعاله ومتوجها إلى ربه فليبشر بخير، فإن الله سبحانه وتعالى قال فإن مع العسر يسرا. الآية الثانية في سورة الزلزلة هي قول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة، هذه تفيدنا في ماذا؟ يعني أبرز فائدة، أوضح فائدة، أقرب فائدة من هذه الآية العمل الخير حتى وإن كان يسيرا، لا تستحقره. دعيت إلى المشاركة كما دعي الألوف من الناس في بناء مسجد، وأنت لا تستلم راتبا، فضلا عن أن يكون لك راتب قليل أو كثير، ولا تجد معك إلا ريالا واحد، وتجد الناس يشاركون بعشرة ألاف ومئة ألف وخمسين ألف، ثم تقول لنفسك الضعيفة هذا المشروع الذي يكلف 60 مليونا أشارك بريال واحد؟ لا، أكتفي بالدعاء. هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، غير صحيح، لأنك تتعامل مع الله الذي يقبل منك حتى هذا اليسير. إذا كنت تتعامل مع البشر، نعم يمكن البشر يقولون لك يعني ما يمكن أن نقبل منك ريال واحد، مشروعنا ب60 مليون و100 مليون ومليار وتشاركنا بريال واحد، هذه قدرتي، وأنا حينما أعطيكم هذا الريال أعطيكم هذا الريال لوجه الله لا لكم أنتم، والله عز وجل يقبل هذا الريال بل نصف الريال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا شيئا، وشيء نكرة ولا معرفة؟ نكرة، جاءت في سياق النهي فتعم، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. والنبي صلى الله عليه وسلم وصححوا لي قال اتقوا النار ولو بمليون تمرة، بألف تمرة، طب بتمرة واحدة؟ لا، ولا حتى بتمرة واحدة، ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة. ولا يقول قائل أنا أشارك في بناء مسجد أو في كفالة يتيم أو في برنامج دعوي أو في برنامج علمي أو في برنامج صحي، في أي مجال من مجالات الخير، وأنا الإنسان العاصي المقصر المدخن الكذا كذا كذا. نقول نعم، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أو تعطي الشيطان فرصة أن ينفث في قلبك ويقول أنت ما يقبل الله منك؟ هذا غير صحيح، بل ليكن معصيتك دافعة إلى أن تعمل الحسنات وإلى أن تلجأ إلى الله حتى يشرح صدرك فتقلص هذه المعصية ثم تقضي عليها. وأذكر أني خرجت من المسجد في يوم من الأيام وقابلت أحد الفقراء، لكني لم ألاحظ عليه يعني علامات الفقر. على كل حال قال شاركني وساعدني، أنا إنسان مسكين وأحتاج إلى المشاركة والمساعدة. والله يا أحبابي أدخلت يدي في جيبي ما وجدت إلا مجموعة من الريالات فأعطيتها إياه، فلما رآها وإذا هي ريالات لا تلبي رغبته ردها علي وقال تعطيني ريالات؟ سبحان الله، أعطيك ريالات؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر من العائل المستكبر، اقبل، هذه قدرتي هذه الريالات، ثم أنا أعطيك هذه الريالات لوجه الله الذي يقبلها، كيف لا تقبلها أنت؟ وهذا ولا شك من جهله، وإلا لو كنت أنا مكانه لشكرت هذا الذي شاركني وقلت جزاك الله خيرا، وهذا جهد الإنسان المقل. علبة بن زيد، إيش اسمه؟ علبة بن زيد، هذا أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس للمشاركة في تجهيز جيش العسرة، في أي غزوة؟ تبوك، كل شارك، حتى جاء ما يقارب 7 من الصحابة سموا بعد ذلك بالبكائين، قالوا يا رسول الله نحن ما عندنا شيء نشارك لكن نريد أن نشارك بأنفسنا. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم رواحل نحملكم عليها؟ قالوا لا. فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم تجلسون في المدينة. فرجعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فرحين ولا باكين؟ باكين، يريدون الجهاد، مع أن الجهاد ما هو لعبة، ما هو نزهة، الجهاد
الاحتمال الأكبر والعلم عند الله أن تموت، ومع ذلك يرجعون من النبي صلى الله عليه وسلم باكين أنه ما حصل لهم فرصة أن يشاركوا في هذه الغزوة، حتى قال الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. علبة بن زيد لما جاء في الليل متحسر، يعني فاتتني فرصة الجهاد، خلاص ما أشارك، لا أشارك وأري الله سبحانه وتعالى أني أشارك. فقام في الليل فصلى ما كتب الله له، ثم رفع يديه يدعو: يا ربي إنك دعوت نبيك للجهاد ولم يجد نبيك صلى الله عليه وسلم ما يحملنا عليه فردنا، اللهم إني أتبرع بعرضي لكل من أخطأ علي، أنا ما أجد شيء أنفقه من الناحية الحسية، لكن يا رب الشيء الذي أتقرب به علك أن تقبله ثم تبارك للمسلمين في هذه الغزوة فتنصرهم، أنه من أخطأ علي في عرضي، اغتابني، نم علي، كذب علي، سخر مني، أنا أسامح لوجهك يا ربي حتى تيسر لنبيك أن ينتصر في هذه المعركة. لما جاء في الصباح وصلى النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: أين المتصدق الليلة أو البارحة؟ سكت الصحابة مرتين ثلاث مرات حتى قال علبة بن زيد: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. فقال: لقد كتبت في الزكاة المتقبلة، لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. حتى يعرف الإنسان أنه إذا فاتته فرصة 10 فرص يمكن أن يجد فرصة ثالثة ورابعة وعاشرة. أعظم من بذل لهذا الدين هي المرأة السوداء التي ماذا كانت تفعل؟ تنفق الملايين؟ لا. تقاتل في الجهاد؟ لا. تنظف المسجد، وظيفة لا تستغرق ربع ساعة نصف ساعة، هذه قدرتها. ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عنها ولا قال هذه امرأة مسكينة؟ ها؟ سأل عنها: أين هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل إلا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فقط، لا يسأل إلا عن شيوخ القبائل، لا، أنا مسؤول حتى عن هذه المرأة أن أبلغها دين الله وأنا أشكرها على فعل الخير. أين هذه المرأة؟ ماتت، أفلا آذنتموني؟ قالوا: يا رسول الله إنها وإنها يحقرون من أمرها. يعني كأنهم يقولون: أنت القائد العام لهذه الأمة، مشغول بالسياسات الدولية، مشغول برعاية الأمة، أو نشغلك بأمر امرأة مسكينة ماتت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم درسا رائعا بأبي هو وأمي، ويقول إيش؟ دلوني على قبرها، دلوني على قبرها. فيصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة ليربيهم هذه التربية العظيمة، ألا تشغلنك الأمور العظائم عن الأمور الصغائر، ولا كبراء المجتمع عن صغراء المجتمع وضعفائهم. بل هو الذي كان يقول صلى الله عليه وسلم قبل المعركة، معركة فاصلة، ويقول: أبغوني إيش؟ أقوياءكم؟ تجاركم؟ لا، أبغوني إيش؟ ضعفاءكم، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة على أصحابها ظلمة، وإن الله ينورها عليهم بصلاتي، أو ينورها بصلاتي عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة جارتها ولو بفرسن شاه. يعني عظم يسير في شيء من اللحم، تطبخين تكثرين مرقة ثم تذيقي جيرانك، لا تقولي هذا أمر يسير، لا تقولي أنا العمل الصالح عندي هو الحج والصيام والقيام وقراءة القرآن فقط، لا، حتى هذا العمل اليسير لا تستحقريه، فإن أجره عند الله عظيم. وفي المقابل يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم من يكمل ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا. هذه غيبة يسيرة، وأنا سرقت، بس ما سرقت كما يسرق السراق مليون ومليونين وثلاثة ملايين، ريال واحد سرقت، يعني قطعة بسكوت سرقت، حلاوة، علك يا جماعة الخير، بخمس هللات، أو يضرني يوم القيامة عند الله عز وجل؟ نعم يضرك، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا. انتبه، لا تتساهل بالذنوب اليسيرة.
أنت لا تيأس من رحمة الله، استغفر وتب، لكن في المقابل لا تتساهل.